نشوف لو سيستيم اوندون بانير ولا لو سيستيم اوندون بلاسميك. دونك بعد ما شفنا ريتيكولو اوندو بلاسميك دوكا هنشوفو لاباري دو جوجي. لاباري دو جوجي كيفاه؟ قالك شكون اللي اكتشف؟ دونك هو نسبة للطبيب الايطالي كاميليو جولجي، على بها سميناها لاباري دو جوجي بار كاميليو جولجي اون 1898. اش حاب يقول لي؟ حاب يقول لي بالله باري دو جولجي تكمل تكون لي تقريبا من 10 يعني من 10 او بلوزيغ ديكتوزوم سولون لو تيب سيلولار. دونك من بعد نعرفو شنو هما لو ديكتوزوم، فهمتوني؟ قالك سولون لو تيب سيلولار نلقاو العدد تاع لي ديكتوزوم. لا لوكاليزاسيون وين تلقايها لو ريتيكولوم اندو لو عفوا لاباري دو جولجي وين تلقايها؟ بخي دو نوايو entre le reticulum endoplasmique et la membrane plasmique près de son trosa. Donc haïli kadishima adna galak ano près de noyau kima kom tchoufou hay qareba min noyau adi l'appareil de Golgi jay entre le noyau et afwan jay entre le reticulum endoplasmique haïli ou la membrane plasmique et près de son trosa bien sûr. Donc c'est ça adi hiya le schéma bach tawdah soura. هيا مع بعضها نقراو هذه الفقره برك. دوكا نوريكم لا فوتو. دوك واش عندك؟ قال لك الديكتوزوم شو هو؟ هو مجموعه من لي ساكول اللي هي الصهاريج، يعني من 4 ل 8 صهاريج ساكول. نقدر نقول ساكول بالعربيه صهاريج ولا صفائح ولا كيسات غشائيه سيبارينا ا لوتر بار اون بورد هيالو بلازميك بار اون بورد هيالو بلازميك liées par des microtubules, des rawabet ambobia, ou chini le wasf ta saharij, anno muhaddaba min jiha wa muqa'ara min jihatin okhra. Donc lehna andak près de noyau propre aux eukaryotes a une relation avec le reticulum endoplasmique loisé. Istama hadhay l'appareil de Golgi. نلقاو قريب من نوايو تاع لي زوكاريوت بيان سور، عفوا هاي قريب من نوايو تاع لي زوكاريوت بيان سور. عندو اون غولاسيون، يعني عندو غولاسيون افيغ لو ريتيكولوم اندوبلازميك، كاين وسيط ما بينه وبين الريتيكولوم اندوبلازميك. دونك قالك لي ميكروتوبول، دونك شغل حنتفصلو هنايا كيما لهنا قالك الصهاريج هذه تربط ما بيناتهم لي ميكروتوبول. لي ميكروتوبول هادو واش هما؟ دوكا نوريكم لا فوتو. تربط بين الصهاريج الديكتوزوم بيان سور. دوك حنايا الديكتوزوم يتكون من مجموعه من الصهاريج، ما بين هذو الصهاريج يرتبط تربطهم لي ميكروتوبول. دونك بالقرب من الصهاريج يوجد حويصلات غشائيه طبع الحال. دونك دوكا نشوفو لو ستركتور داباراي دو جولجي. دونك لهنا هذه الرسمه تبين لي لو ترانسفير تاع لي فيزيكول، مي معليش قصدي النقطه الجايه اللي تشرح فيها، مي جور ما لقيتش رسمه باينه في البوليكوب، مي انا يعني رسمتها رسمت يعني رسمتها اي سيء مي يوضح. دونك شنو عندنا لهنا؟ واش عندي؟ عندي هذه لاباري دو جولجي يا اخي. واش قلنا؟ قلنا فيها دوكا في الرسمه نتاعي تبان لي ديكتوزوم شو هما. دوكا حنا غنشوفو شي هما الصهاريج. دوكا كما تشوفوا في هذو الكويسات هما الصهاريج. الصهاريج كيما تشوفوا انه كونكاف وكونفينكس، يسمى جايه مقعره من جهه ومحدبة من جهة، أوكي؟ دونك سيباري لا على لوتر بار اون بورد ولا بوند ولا بوند هيالو بلازميك، وي بوند هيالو بلازميك. دونك سيباري اونتر ليكال بار اون بوند هيالو بلازميك. دونك ما بين هذا الصهريج الساكول وما بين هذا الساكول كاين اون بوند هيالو بلازميك، قصدي هذا هو المصطلح بوند هيالو بلازميك. دونك لي بار دي ميكروتوبول. دونك ما بين هذا الصهريج وبين هذا الصهريج ولا بالفرنسي ساكول يربطو ما بيناتهم لي ميكروتوبول، شغل حبل ميكروتوبول. دونك سي سا، هذه هي الفكره تاعي. بيان سور الموقع تاع لاباري دو جولجي عرفناه، قلنا جاي اونتر لو نوايو وجاي اونتر لو مومبران بلازميك. دونك سي سا هذه هي. دونك بالنسبه للستركتور اللي شارحتها انايا، دونك اعذروني باك الملخص ما قدرتش ندير لكم ريزومي يعني يكون منظم وكلش، ما عنديش الوقت ديزولي. دونك اكسبليكاسيون درت بها هذا ريزومي وبرد المهم يعاود يوضح ليدي. دونك هاي لا ستركتور يعني بالطريقه تاعي.
قال لك هو كونستيتوي لونسومبل دي ديكتوزوم، فهمتوا؟ يعني معقد كولجي هي حزم كولجي او جسيم شبكي، هذا هو لي ديكتوزوم. دونك لا بارايتوكولجي فيها ان او بليزيور ديكتوزوم سولون لو سيب سيلولار. دونك هاي ليك هذه، هذا ديكتوزوم، دونك هذا يساكل وهذا يساكل، يربطوا ما بيناتهم دي ميكرو تيبول، و اونتر لي كاين كان ان سباس ان بوند هايالوبلازميك. دونك هذايا ابارايدوكولجي، وهذه عفوا قصدي ابارايدوكولجي، هذه ابارايدوكولجي سي فري، مي لي ديكتوزوم هو هذا الحزم، هذه حزمه تاع لابارايدوكولجي، هذه حزمه تاع لابارايدوكولجي، هذه الحزمه تاع لابارايدوكولجي، فهمتوني؟ هذه كامل نقولوا لها ابار، ماشي قال حزمه واحد يقولوا لها ابارايدوكولجي. دونك ابارايدوكولجي متفاهمين، كاين دي سيلول تلقى فيهم اباراي هذه الحزمه وحده، كاين تلقى فيهم زوج، كتلقى فيهم ثلاثه، كتلقى فيهم 10 حسب لو تيب سيلولار. دونك يسمى اباريدوجي ماشي هذه وحدها، كيعود عندك بلوزيغ ديكتوزوم، دونك هذه هي انصومبل دي ديكتوزوم لاباري دو غولجي، متفاهمين؟ دونك لو ديكتوزوم هو انصومبل دي ساكول، و لونصومبل هادو تاع الحزم يعني هذا ديكتوزوم، هذا ديكتوزوم، هذا ديكتوزوم، مجموعه تاع لي ديكتوزوم تعطيني اون اباري دو غولجي، متفاهمين؟ دونك هذا كيما راكم تشوفوا هذا كويس ولا صهاريج، هذه حويصلات بيان سور دي فيزيكول، هذه هي شو اسمها جسيمات شبكيه ولا ديكتوزومات، سي سا لاباراي دو غولجي. دونك الان احنا ننتقلوا لاخر شو اسمها عنصر اخر، عندنا الستركتور دو باراي دو غولجي. دونك هذه لاباراي دو غولجي ولا المهم ديكتوزوم يتكون لي من 3 ريجيون. عندي الريجيون الاولى لي ساكول دو فاس، لي ساكول دو فاس ولا دونتري، اللي هي منطقه الدخول، نقدر نقولوا فاسيس، اللي هي فاسيس تسمى المنطقه تاع الدخول. واش كاين فيها؟ فيها واش يدخل، يدخل لونتري دو ماتيريال دو ريتيكولوم اندوبلازميك. دونك شنو هي هذه لا فاس؟ هي اون فاس سيجيان يعني محدبه، ما هي جايه بقع، يسمى لو كوتي اللي جاي بحذا الريتيكولوم. دوك نوريها لكم، دوك الكوتي اللي جاي بجهه الريتيكولوم اندوبلازميك حيكون محدب. دونك هذه لا فاس 6، لا فاس 6 هي المنطقه اللي يدخل منها الماتيريال تاع الريتيكولوم اندوبلازميك. دونك هي منطقه قريبه من الريتيكولوم اندوبلازميك والنوايو، بيان سور مادام قريبه من الريتيكولوم اندوبلازميك اكيد حتكون قريبه من النوايو. Donc les sacules de région médiane. Les sacules de région médiane, elle est l'intermédiaire, on dirait l'ossatia. On peut qu'il y a les sacules de la phase trans, de la phase trans, il y a la phase de maturation ou la de sortie. C'est ça. Donc la phase de trans, il y a le mandatateur rouge, tel qu'il y a objet de richesse de plasmie. بيان سور تلقاها بجهة الغشاء الممبران بلازميك للخلية. دونك سادة هذه هي الحكاية. دونك كيما راكم تشوفوها ورا لابارتي هذايا، انه فيه 3 مناطق، لافاس كيما نقولو دونتخي و دو ميديان و دو سورتي. لهنا حنا نشرحلكم طريق طريقتي برك. كيما راكم تشوفو، تشوفو في لاباراي هذا لو ديكتوزوم جايه اونتر لو ريتيكولوم اندوبلازميك وهذا لا مومبران بلازميك، يعني هذه البر هكا لا مومبران بلازميك. واش عندك؟ عندنا هذه لا فاس بيان سور سيجيان اللي هي تلقاها كونكاف، وهذه تيجيان تلقاها جهه المومبران بلازميك، هي المنطقه تاع النضج. اوكي دونك شحال بيقول لي؟ قال لك سيجيان يستقبل الحويصلات المؤقته الحامله للبروتينات الناضجه والليبيد، والليبيدات بيان سور في الريتيكولوم اندوبلازميك. واش تصرى السينتيز؟ سينتيز دي ليبيد وسينتيز دي بروتين. دونك يسكوفرو في ان دي فيزيكول اللي هي حويصلات مؤقته، مؤقته النقل دقيقه قادمه من الريتيكولوم اندوبلازميك. يا خي وين تدخل؟ تدخل لافاس دونتري بيان سور، ها اللي هنا كونكاف، بعد تمشي لهنا تنتقل ما بين لي ساكول، ومن بعد توصل للابارتي الاخير. بيان سور هذا يا الجهه هذه تاع لاباريدوغولجي تشكل لي حويصله، مثلا قال هذا البروتين يوصل هنايا، يجي لنا للطرف تاع لاباريدوغولجي، من بعد يتحوصل لهذه الكود تاع لاباريدوغولجي ويشكل لي اون فيزيكول يعني تاع اللي فيها البروتين ولا الليبيد الناضج. لهنا واش قال لي؟ قال لي وجه النقل ولا باردون
دونك تيجيان ولا وجه الناقل او النضج، يعني تيجيان ولا وجه الناقل او النضج. قال لك هو الوجه المقعر يقابل الغشاء البلازمي، تتبرعم في اطرافه حويسيلات تنقل الجزيئات لوجهتها اللي هي عبارة عن بروتينات تم فرزها نضجها وتأليبها. سي سا دونك سي سا. كملنا الان راح ننتقلوا لي فونكسيون دابارا دو غورجي. دونك تلقاوها كوكتيل ما بين العربية والفرنسي، دونك هذه باش تفهموا برك، ماشي قال مرخص مثالي هذا، المهم باش تفهموا توصلكم الفكره. اما البوليكوب حيتكلم فيه كلش بيان سور. دونك شعدنا عندنا لي فونكسيون لا باراي دو غورجي، انا المهم نوصلكم الفكره برك. فيه اذا عاد ماشي عجبتكم هذه لا ميثود خلوا لي في كومونتير، نورمال نتقبل ارائكم. دونك عندكم 3 ريجيون يعني 3 مناطق من جهاز غولجي، كل واحد لها انزيمات مختلفه بيان سور. قال لك نواه جيريتيكولوم اندوبلازميك تمر عبر كويسات جهاز غولجي بيان سور لي ساكول تاع لاباري دو غولجي. تعديلات تؤدي الى نضج النواتج، تعديلات تؤدي الى نضج النواتج. لا ماتوراسيون دي بروتيين سينتيزي دون لو ريتيكولوم اندوبلازميك بيان سور. دونك تعديلات تؤدي الى نضج النواتج، سي سا هذه لا فونكسيون الاولى. دونك لا فونكسيون دوزيام تاع لاباري دو غولجي هي فرز النواتج وتوجيهها، يعني لو كونترول عفوا الى دريساج دي بروتيين. retour vers le réticulum endoplasmique, lysosome, ادماج بالغشاء البلازمي واطراح خلوي. دونك هذه هي الفرز تاع لي يعني النواتج اللي نتجت تاع الريتيكولوم اندوبلازميك راح نفرزوهم ونوجهوهم، يا اما اطراح يا اما حيروحوا اطراح خلوي اكزوسيتوز، ولا حيتم ادماجهم في الغشاء البلازمي كما نعرفوا انه فيه غليكوبروتيين، ولا يروحوا في ليزوزوم يعني ليزوزوم اللي انزيمات هاضمه في انزيمات هاضمه، ولا غوتور فيغ لو ريتيكولوم اندوبلازميك، كلها يرجعوا للريتيكولوم اندوبلازميك على حسب. دونك بالنسبه ل اسمها الفونكسيون ثوازيام هي تعليب النواتج. يعني النواتج هذه عباره عن بروتينات ولا دهون المعدله. قال لك في حويسيلات تبرعم من الوجه الترانس بيان سور، ترانس هو تاع الماتوراسيون دابارات دو غولجي الى الوجهه المحدده. دونك كي تتبرعم راح يوجهها لوجهه معينه كيما قلنا، يا اما اكزوسيتوز يا اما ليزوزوم يا اما تروح ممبران بلازميك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك واش يصرى لهنا؟ يسمى يصرى تعديل اوكي، تعليب ونقل داخل الحواسيلات، يعني الماتوراسيون وال دي سيم تعليبها ولو ترونسبور دون دي فيزيكول. يعني بالمختصر المفيد واش عندنا؟ عندنا وظائف جهاز غولجي بالنسبه اللي ذكرناهم كاينين اخرين اضافيين. عندك نقل البروتينات ونضجها من ريتيكولوم اندوبلازميك، الفرز اللي هي ديجا قلناها، بناء وغلكزه الدهون غشاء الممبران بلازميك بيان سور، وافراز ولا لا سيكريسيون، ومقر خلوي لتخزين سي اثنين يعني الكالسيوم. دونك بالنسبه عندنا ملاحظه برك للنقل، قلنا من بين لي فونكسيون تاع المومبران تاع لاباري دو غولجي هو النقل داخل الحواسيلات. دونك بالنسبه للنقل واش عندك؟ عندك ثلاث مسارات للوسط الخارجي اللي هي اكزوسيتوز اللي هو ديري في الحواس الافرازي، ولا للمكونات الغشاء البلازمي يروحوا للمومبران بلازميك يدخلوا في التركيب تاعو، ولا لندوزوزومات ولا ليزوزومات اللي هي انزيمات حاله حميضيه. ما عرفنا النقل، دونك ما بين الوظائف تاع جهاز غولجي هي النقل. النقل قلنا انه عندنا ثلاث مسارات، عندنا الفرز، دونك هذو ماهمش مشروحين في البوليكاب، يعني انا باك شرحتهم هكا بالعربيه باك مهم من نفهمها. دونك هي منطقه الدخول، يعني واش دير لي؟ تضع ملصقات تعريفيه. منطقة الدخول يتحط لي ملصقات تعريفية قبل ما يدخل ديريكت يستقبلو لاباري دو غولجي، يحط له شغل تيكي. دونك منطقة الخروج تملك المستقبلات للجزيئات المراد فرزها، وجزيئات تسمح بإرسال الحويسيلات إلى غشاء إما البلازمي المواد المفرزة وإما الإندوزومي أو لوزومي للأنزيمات الحالة. دونك دوكا أنا البروتيين كي نستقبلو في لاباري دو غولجي حنعود على بالي بيه وين حيروح، هذا هو المقصد. يا اما حيروح لاباري دو غولجي عفوا، يا اما حيروح ليزوزون دوزون، يا اما حيروح للمومبران بلازميك كما حنعود عارفه الوجهه تاعو مسبقا لانه عندي مستقبلات خاصه. دونك هاوليك التخزين تاع السي ا دو بلس كيفاش؟ بواسطه ناقل في الصهاريج اسمه لونتيبور اللي هو محول
صوديوم والكالسيوم. دونك هذه هي تسمى كل فونكسيون من لي فونكسيون تاع لاباريدوغولجي شرحناها وحدها بيان سور، كاين اخرى شرحناها من قبل وكاين اخرى شرحناها من دوكا. دونك بالنسبه لو ترونسبور من ريتيكولوم اندوبلازميك لاباريدوغولجي نشرحوه بيان. دونك هاو ليكم لو ترونسبور من ريتيكولوم اندوبلازميك لاباريدوغولجي، عندنا عندنا ريتيكولوم اندوبلازميك بيان سور من الدرس يعني نحفظوها بيان سور لاني شرحتها لكم في الكور الاول، تنتقل لاباريدوغولجي عندك حواس الافرازي تروح للمومبران بلازميك، هذه هي مراحلها. دونك لي ديفيرونت فيزيكول اللي تشارك لي في النقل تاع لي بروتين ولا تاع لي ليبيد، قال لك فيزيكول دو ترانزيسيون اللي ما بين الريتيكولوم اندوبلازميك ولاباريدوغولجي، كواتومير دونك لو ترونسبور انتر لي ساكول بيان سور de transport et ce sont les vésicules de transport, les vésicules de sécrétion trans la phase des cas nodes quatomer et trachalawi caltine et trachalawi montadam caviolin tejdid mokhtalif al akhshiya c'est ça. دونك هاو لي خاصة ثاني يعني لا فاز هذه تاع الفيزيكول دو سيكريسيون كيفاش راح حالي لهنا واش قال لي، قال لي فيزيكول دو سيكريسيون بورجونمون تبرعم تبرعم يعني هذيك تبرعوا هذاك اليسرى في النهايه نتاع الصهريج في المنطقه تاع تيجيان اي كونتيان لو برودوي ديفينيتيف ار سان كوفيرت او كوفيرت دو كواتومير لور دون فوا دوكسيتوز كونتيتيف كالبرين لور دون فوا اكزوسيتوز ريغولير ال فورم دي غران دو سيكريسيون دو كونتينو دونس دونك اكزومبل لانسولين فيزيكول هيدرولاز لاسيد. Donc, le caviolin lors d'une voie de renouvellement des micro-domaines membranaires. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a comme le mustalahat que vous avez dit en arabe ou en français. Il y a la fonction d'appareil de Golgi. Nous les protéines. Il y a les protéines. Il y a la maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique. C'est ça. C'est le mot français. قال لك لي موديفيكاسيون بوست تراديكسيونيل بيان سور تعديلات ترافيك دو ممبران فير اي دوبوي لا ممبران بلازميك سيكريسيون اي اندوسيتوز لهنا الافراز والاطراح الخلوي كونترول دو تريساج دي بروتيين روتور فير دو ريتيكولوم اندوبلازميك لادريساج فير لو ليزوزوم. دونك لهنا كيول النقل متعلقه بالنقل يعني وين حتديها، حتديها يا اما للليزوزوم ولا حتديها للريتيكولوم اندوبلازميك ولا حيصير لها اطراح خلوي. Donc, aussi est une site cellulaire de stockage des Ca2+. Donc, il y a également un stockage de Ca2+. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui ont dit que je ne sais pas. Anina, laissez-le les commentaires. Bien, je vais vous répondre. Donc, je vous remercie.